طب بعيدا عن هذه المزاعم، حضرتك اشرت الى الداخل الاسرائيلي ان هي حاله من حالات الهروب من وارباك حاله المفاوضات، وفي مازق بيعيشه نتنياهو وحكومه نتنياهو الان امام ضغوط الراي العام الاسرائيلي في الشارع. السؤال هنا الى اي مدى سيصمد نتنياهو النقطه التي يريد ان يذهب اليها، لانه حتى الان في ضبابيه داخل المشهد الاسرائيلي، لا نعرف اليوم التالي ما بعد الحرب ماذا سيحدث، علاقه او ضبط الشكل اللي هتكون عليه قطاع غزه كيف سيكون، ففي اسئله كثيره حتى الان لم توجد لها اجابات، وده بيعقد المشهد اكتر وبيعقد ايضا دور الوساطه اكتر الفتره المقبله. بشكر حضرتك لانك استخدمت تعبير اليوم التالي قصف قطاع غزه، لكن البعض ما بيسالش وضع اليوم التالي في حاله اسرائيل. وده اللي شاغل بنيامين نتنياهو. انا اعتقد حتى بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم لم يعرف من هي كيف تاتي اللحظه حتى ياتي الخروج. ربما يتم الحديث عن لو تحقق اي من الاهداف الثلاث اللي وضعت من جانب مجلس الحرب لشان الحرب، حتى هذه اللحظه لم يتحقق ولا هدف. فلو تحقق في لحظه ما القضاء على احد الرؤوس المدبره لهجمات 7 اكتوبر قد يقود ذلك مدخلا. اذا تحقق وفي خلال عمليه رفح في سيناريو ما قد يتم ايجاد عناصر من المحتجزين، لان هناك رهان في شن تلك العمليه ان بعض هؤلاء الرهائن موجودين او مختطفين في بعض المناطق داخل رفح الفلسطينيه. اذا زاد منسوب حركه الاحتجاج، لان البعض مش شايف يعني التحرك على الجبهه الاخرى، بمعنى ايه؟ يعني ان في احتجاجات يقودها راي عام اسرائيلي متضرر، وفي القلب منها اهالي الاسر والمحتجزين. لكن على الجانب الاخر نجح بنيامين نتنياهو ان هو يخرج احتجاجات مقابله من جانب اسر القتلى من العسكريين الذين قتلوا في هجمات 7 اكتوبر، وبالتالي بدا انها هجمات مؤيده في مواجهه هجمات معارضه. بص بقى الثانيه، النقطه الثانيه، اذا كانت هناك اصوات داخل الحكومه تتحدث عن الحرب وصلت الى طريق مسدود، فلابد ان يكون هناك مقاربه اخرى. هناك اصوات مقابله بما يعكس ان في انقسام حاد بتقول ان تم اتفاق 80% من الحريق. يعني الحريق؟ الحريق من وجهة نظرهم اللي هي القوة العسكرية والصاروخية والقذائفية لحركة حماس، وأن استمرار تلك الحرب وخاصة في معركة رفح يؤدي إلى القضاء على 20% الباقي. وبالتالي معنى اللي احنا نوقف دلوقتي معناه الاستسلام لحركة حماس، وبالتالي ما يجري هو أسير من وجهة نظري الضغوط الأساسية هي التي هتكون من الداخل الإسرائيلي، هي اللي هتحسم مصير الحرب. وبالتالي الحرب هتقف، لكن يظل الاعتبار المرتبط به اعتبارات ومدى التوقف اللي هو حاكم فيه مش ضغوط الوسطاء ولا حتى ضغوط الولايات المتحدة، وإنما هي أقرب مرتبطة بدرجة أساسية لضغوط الرأي العام الداخلي، الرأي العام الدولي كمان.